طيب نروح للسله سيدات عندنا في النادي الاهلي. السله سيدات عندنا في النادي الاهلي طبعا تاهلوا لدور الثمانيه طبعا بعد ما فزنا على مدينه نصر. مدينه نصر فزنا عليها كبار وصغيرين، ويمكن في اخر مباراه في الكبار فريق مدينه نصر ما جاش وتحسب للنادي الاهلي 20-0. طبعا كده احنا هنقابل في دور الثمانيه نادي الجزيره. طب الماتش امتى؟ لا لسه ما تحددش ميعاده، وهيتقال لنا او هنعرف ميعاده ونبلغ حضراتكم بيه. كل التوفيق طبعا لفريق السيدات بقياده الكابتن علي هاشم.